السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، عدنا في تتمة لابليكاسيون ديالنا الخاصة بلوغين اوت ويدمير. الوغ مانتونو غادي نمشي وغادي نديرو كلين اب الاور ابليكيشن، يعني غادي نريموفيو يعني لي فولدر او بيان لي فايل باردون اللي ما غاديش نحتاجو. دونك تو سامبلومون عندي كيلكو فايل اللي خصني نريموفيهم. دونك غادي يكون عندي log.svg ما عندي ما ندير به. دونك هذا غادي ندير ليه ريموف تو سامبلومون. هاد log.svg هو هاد لو لوغو اللي كيكون يعني او سونتر، هذا او سونتر. دونك دابا راه حيدتو. الوغ تو سامبلومون كيف كنحيد شي حاجه كتلقى فيه تو كومبايل. علاش؟ لانه في الاب دوت جي اس غادي نمشيو ليها غادي نلقاو لوغو. دونك نتسناو فوالا غنحيدو من هنا. دونك او سي غادي نمشي غادي نحيد حتى هاد اللعيبه هادي، هاد لو كود كامل غادي نحيدو، دير سيف. او سي دونك نقدر نخلي app.test.js، نقدر نحيدها. دونك هي سي با لا بين، ولكن من الاحسن نحيدهم. دونك نديرو كونترول ونديرو ليها ديليت. صراحة ما استعملت اليوم لا كام، الوغ جو بونس بلي يعني او ميم طون سيمولتانيمون الريكوردين والكاميرا كيكون يعني باردون يعني كتلقى جو بونس انه صعيب يعني الا كان عندك بي سي ضعيف سورتو او نيفو غرافيك ما كيقدرش يتحمل انك تريكوردي ودير يعني تريكوردي فويس وتريكوردي بلا فيديو. الوغ هادشي ما كيهمناش. غنمشيو لاب دوت دوت جي اس دوت تيست دوت جي اس، غنديرو ليها ريموف. دونك حيدناها. اوسي غادي نحيدو سيرفيس وركر دوت جي اس، دونك ما عندنا ما نديرو به. اوسي سيت اب تيست دوت جي اس. الوغ غادي نمشيو دابا لاندكس دوت جي اس. غادي نمشيو لاندكس غادي نلقاو فيها داكشي كامل اللي سوبريمينا باش ما يبقاش لينا ايرور. نحيدوه. دونك كنحيدو سيرفر وركر. يس كوم سا. الوغ كيف شفتو انه لابليكاسيون يعني افيك الابديت ديالها ما بقاتش كتعطينا جوست رياكت دوم دوت رندر، ولات كتعطينا حتى رياكت دوت ستريكت مود، يعني رياكت دون مود ستريكت. فوالا دونك هذا هو الفايل داندكس ديالنا. كيف كتعرفوا ان الفولدر ديال لابليكاسيون كلاينت او بيان كليون كيكون فيها نود مودول اللي فيه بزاف ديال لي باكيج. او سي عندنا فولدر بابليك اللي كيكون فيه لاندكس دوت اتش تي ام ال، اللي هو اللي كيكون فيه واحد اللينك ما بين الكومبوننت والاتش تي ام ال، تو سامبلومون الكومبوننت افيك جافا سكريبت اللي كيكون ليي باغ لو روت، يعني كتكون عندنا architecture de component. Et après, on a le source folder où on peut trouver l'application. Alors, tout simplement, on a clean up our React app. Maintenant, je pense que c'est un compilateur parce que on a ce qui est le. Alors, on va d'abord voir l'app.js. On va voir si on peut trouver l'app header. Et je vais juste taper H1 يعني hello. Je vais voir est-ce que juste ça marche ou non. Alors donc hello dire la compilation Diana. Alors ah ouais ça va être compilé. Donc tout simplement a été compilé. غادي نمشيو غادي نشوفو واش طاب ليا. فوالا ها هي هيلو. الوغ كيف كتعرفوا بور كريي واحد الكومبوننت دوت جي اس
سواء نستعملو فانكشن إيكما سكريبت أو بيان نستعملو الكلاسز يعني نستعملو لوريونتي أوبجي أو بيان نستعملو جوست أون فونكسيون جافا سكريبت سامبل. دونك كيف شفتو في الـ API .js سو فونكسيون APS سو فونكسيون يعني .js سامبل. نوريكم دابا لي ميثود لي يعني لي بلوز امبورطون في الرياكت. دونك هاد لا بارتي خاصه بالامبورت ديال لي باكيج, وهاد لا بارتي هادا خاصه بالفانكشن اللي غادي لي لو تريتمون بور كريي الكومبوننت او بيان بور كريي دوتر شوز. اي ابري عندنا الاكسبورت باش نقدر نيتيليزيها ابري في فولدر في ان اوتر فايل. دونك لا ديالنا دونك الفايل اب دوت جي اس اللي ايتيليزي دون لاش الاندكس دوت جي اس. كيف كتعرفوا ان الاندكس دوت جي اس حتى هو نفس لا ميثود, غير هو عندنا هنا غنستعملوا رياكت دون دوت رندر. هاد لا فونكسيون دون رندر كتاخذ ليا يعني لاب سورس يعني الفايل سورس وكتحطو اش في الروت يعني كدير ليه دوكيمنت بوينت جيت اليمنت باي اي دي روت. الناس اللي قراو دوم غادي يفهموا بلوس هاد لي ديتاي. الوغ مانتونو دابا درنا كلين اب وشفنا لابليكاسيون ديالنا الي اكزيكوتي بارفيتمون. الوغ دابا غادي نمشيو غادي نحاولوا ما امكن اننا نستعملوا الماتيرياليز دوت سي اس اس, لاننا غنستعملوا الماتيرياليز ما غنستعملوش بوتستراب. الوغ شنو خصنا نديرو باش نستعملوا الماتيرياليز دوت سي اس اس؟ خصنا تو سامبلومون سوا نمشيو يعني لو سيت ديال الماتيرياليز دوت سي اس اس ونجيبو يعني لي لينك الخاصين بالماتيرياليز ونبارسيهم في الفايل index.html, او بيان اننا نمشيو نانستاليو لو باكيج اترافير الام بي ام يعني نود موديل. الوغ مانتونو غادي نمشي اول حاجه غادي نستعمل يعني الفونت الخاص بالماتيرياليز وليكون. دونك عندي لو لينك ديالي غادي تشوفوا كلشي في يعني في السكرين امامكم. غنمشي دابا الاندكس دوت اتش تي ام ال. الوغ نهبطو هادي سوبر. كيف شفتو انه الاي دي روت هو لو روت لو يعني الراس ديال الكومبوننت. ابخي من بعد غادي تكون واحد ايارشي ديال لي كومبوننت. غادي نمشيو هنا المورا لي لينك غادي نبارسي لو لينك لي خاص بالماتيرياليز و بيان ماتيريال ايكون. دونك فونت دوت جوجل ابيز دوت كوم سلاش ايكون فاميلي ماتيريال بلاس ايكونز. دونك هادشي كامل حطيناه فاش في الاندكس دوت اتش تي ام ال. ابخي خصني اش نحط الماتيرياليز دوت سي اس اس اللي غادي نستعمل فيه سي دي ان. دونك غادي نحط لو لينك باسكو انا حاط في السكرين اللي امامي لو كود اللي ديجا خدمته. اي دابا كتعرفوا لي توتوريال خاص توجور الفورماتور يكون حاط حداه سكرين اللي فيها لو كود يعني بيان ديتايي بيان يعني افيك توت لي فونكسيون وكيشرحهم للبوبليك. باسكو الا جيتي تخدم يعني اوازار ما غاديش تعرف لا ستركتور اللي غادي تمشي عليها. دونك تو سامبلومون دائما خصك تكون بيان ستركتوري ومنظم الشغل ديالك. الوغ كيف كتشوفوا انه استعملت السي دي ان يعني السي دي ان اللي غادي اترافير كلاود باش نستعمل الماتيرياليز. وماتيرياليز هو الماتيرياليز لا فيرسيون 1 بور لو مومون كاين يا دوتر فيرسيون مي غادي نستعملوا لا فيرسيون 1. الوغ اوسي شنو خصنا نستعملوا؟ خصنا نستعملوا يعني السي اس السكريبت باردون يعني سوا جي كويري سوا لو سكريبت الخاص بالماتيرياليز. الوغ دونك غادي نمشي وغادي نحط لو سكريبت الخاص بالماتيرياليز ديالي. دونك فوالا ها هو ماتيرياليز دوت مين دوت جي اس. الوغ بعد ما يعني درنا لي ريسورس الخاصين بالسي اس اس المهمين في الاندكس دوت اتش تي ام ال, شنو بقى لينا دابا؟ بقى لينا غير الكرياسيون ديال ستاتيك كومبوننت. الوغ بوغ لا كرياسيون ديال ستاتيك كومبوننت غادي نمشي تو سامبلومون غادي نخرج من تبع من بابليك غنمشي للفايل ديالنا اللي هو crc
نحيد هاد لي فايل، نمشي للفولدر باردون سي ار سي يعني لو سورس، وغادي نستعمل دابا من الاحسن نستعملو دوتخو تيرمينال، دونك باش تو. الوغ نتسناو يعطينا لاكسي، دونك سي دي كلاينت فوالا. الوغ تو سامبلومون غادي نمشي دابا السي دي سي ار سي، ندخل لو سورس، راني دخلت دابا لو سورس، نهز شوية الترمينال باش تبان ليكم شنو غادي ندير. غادي ندير امكادير كومبوننت، يعني غادي نكريي واحد الفولدر امكادير كومبوننت. توجو عقلوا على لي كوموند الخاصين بالترمينال لانهم مهمين، هادشي تكونوا قريتوه في الام اس دوس. دونك امكادير كومبوننت الوغ اي غندير سي دي، يعني غادي ندخل هاد الكومبوننت components. après غندير اش ام كادير، غادي نكري واحد الفولدر اخر غنسميه layout، اي هاد لو فولدر غادي نكري فيه بيان سور نافبار اي سي دي layout اي touch. touch باش نكري لو فايل غنسميه navbar pardon navbar dot js، و غادي نكريي اوسي لاندين دوت جي اس. الوغ فوالا، دونك غادي نمشيو نقلبو الكومبوننت ديالنا، غادي نلقاو فيه لاي اوت فيها اش لاندين اند ناف بار دوت جي اس. دونك تسناو في لابارتي المجيه ان شاء الله باذن الله، ونبداو لا كرياسيون ديال لي كومبوننت ديالنا.